حماس، لكن هذا الحماس كما خيب الرأي قبل شجاعة الشجعان، هو الأول وهي المحل الثاني. الشباب خلي ألفوا فيما لم يؤلف فيه من قبلنا ولم يؤلف نحن أيضا في أي موضوع من المواضيع التي ترعى المسلمين إن كان عندهم علم. أما مجال النقد فأنا لو توجهت إلى نقد كتبهم لجعلتها ربما حتى ما يصير مبالغة هباء منذوع، ولكن هل هذا هو العلم؟ لا ليس هو هذا العلم. لذلك نحن ننصحهم أن يؤلفوا قبل كل شيء لأنفسهم، ثم إذا ألفوا وأرادوا أن ينشروا أن يؤلفوا فيما لم يؤلف من قبلهم ومن عاصرهم شيئا، هذا أفيد لله. أما أنه نشتغل في بعضنا ردا وتعليقا وتحقيقا، وبخاصة أنني أجد أشياء عجيبة جدا. إما أنت أمس واحد يقول لي أن فلان ابن فلان روى له مسلم حديث إذا دخل عشر ذي الحجة وراجع أحدكم أن يضحي فلا يأخذن من شعره، فيه فلان وقد قال فيه ابن سعد لا يعتد به وقال فيه فلان كذا. قلت يعني ماذا تريد؟ سكت. قلت هل يعني الرجل لم يوثق؟ تريد أن تقول هذا؟ قال لا. قلت له إذا ما فائدة من مثل هذا السؤال وأنا خارج من المسجد؟ يعني الآن الناس يهجمون على النقل وعلى السؤال دون أن ينظروا إلى بعيد. فنحن نوصف العجبي أخونا هذا، أليس هو الذي ألف في الحجاب أيضا والمؤنق ومدرعيش؟ فالمؤنق لا يخرج عن كتاب إسماعيل الأنصاري، وقد رددت عليه. هل أرد على هذا أيضا؟ وهكذا نضيع وقتنا. في حديث غفرانك تذكر ذلك إن شاء الله. نعم، لعلك ناقشت في حديث غفرانك في مشافهة ذلك، ما أذكر. أي يمكن. نعم، حتى رجع إلى قولك فيه. الحمد لله، لكن هذا باب واسع. بارك الله فيك. جزاك الله خير. خليك رسالة في المصطلح يا شيخ. نعم، خليك رسالة في المصطلح. نعم، نريد ذلك يا شيخ، أو أفضل كتاب مصطلح نرجع إليه. لكن ما كل ما يسمعنا يدركه. أفضل كتاب الجريعة بما لا يشتهي من الله. أفضل كتاب المصطلح. جزاك الله خير. تفضل. نحتاج الأفكار يا شيخ. أي شيء فائز الأفكار. تفضلوا تفضلوا. تفضل. أنا ما أحسن